ضيفنا اليوم باستوديو دريفن هو السائق العراقي وبطل الدريفت عثمان التكريتي. اهلا وسهلا فيك عثمان. اهلا وسهلا بملي. اول سؤال بديهي لك، خبرنا شوي اكثر عن موهبتك، كيف بلشت وشو كان السبب الرئيسي حتى وصلت لهون؟ بلشت عمري 18 سنه، اول سبق شاركته سبيد تيست، كان رحت شاركت جبت اول سبق اول مبتدئين وسابع الترتيب العام. بعديها كان باسبوعين في ايفنت دريفت، كان لسه الدريفت مبلش جديد بالميدل ايست كامله. رحت اتفرجت، شفت الجمهور غير، السيارات غير، حماس اكثر، صوت، الوضع، الدخان، كل شيء غير. فقلت انا شو بدي بالسبيد تيست، خليني اشارك دريفت، انا لسه يعني جديد، مو مستقر على موهبه، يعني مو مستقر على شيء. بعت سيارتي واشتريت سياره ثانيه وجهزتها، اول تجهيز بسيط كان جدا بسيط. شاركت اول سبق كان بال2011 اول دريفت بالاردن، كان في 64 متسابق شاركت فيه. اول سبق بحياتي ما نزل، لا متدرب ولا بعرف شيء عن الدريفت، بالبركه يعني، على البركه نزلت هيك. وسياره مجهزه تجهيز، يعني هلا لو دادوا بسوقها ما راح اسوقها. المهم نزلت جبت مركز سادس على 64 متسابق، ترتيب عام عم نحكي، ترتيب عام. طلعت حالي زي هيك، قلت انا والله بسوق، معناته خلني اطور حالي، اطور السياره. طبعا هذا الحكي ابوي ما بيعرف عنه ولا بيعرف عن السياره، بيعرف انه عندي سياره ثانيه للشارع بس انه استخدمها، ما بيعرف عندي سياره سبق، بخبيها عند الميكانيك. كنت طورت شوي شوي بالسياره، شوي شوي بالسياره. 2012 بعتها وجبت سياره ثانيه، صار اول ايفنت اللي هو ريد بول كار بارك دريفت باربد، كان هذا اول ريد بول اشارك فيه. يعني هلا ريد بول اللي بغلط غلطه بيطلع برا، هلا انا بس نزلت سياره صارت فيها خلل الميكانيكي، صارت تكب بنزين، عبده خلاني اعيد اربع مرات. عم بتذكر 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 هي عم بتصير بالسي بي دي، السياره عم تروح بنزين عندك فرصه واحده، بتذكر لانه شفت انا عم شوف في شخص هيك يونج درايفر يعني ورا المقود عن جد عنده هالموهبه، بس كل مره عم تروح السياره وقتها بنزين. هلا بتذكرها مزبوط. بعديها طلع خلل تافه اللي خلاني يضيع علي البطوله، قلت خليني معناته انا اطور حالي من هون للسنه الجايه لريد بول بس. حلو. ما بيهمني اي سبق، ضليتني سنه كامله اشتغل بالسياره.